أعلنت الجزائر أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لمواطن إيطالي، ويأتي ذلك فيما علقت الإمارات الرحلات المتجهة والقادمة من إيران كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس. ومن جانبها أكدت الكويت إصابة 3 من مواطنيها بفيروس كورونا، فيما قررت البحرين تعليق الدراسة لمدة أسبوعين بعدما سجلت 6 حالات إصابة جديدة لأشخاص قادمين من إيران.